على قول الكريم التعظيم لقدر نبينا وتفهيما لنا وتعليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسيدنا وشفيعنا الهادي البشير النذير الذي حذرنا من اتباع غير المسلمين وحذرنا من التشبه، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ، تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما زاغ عنها إلا هالك. أيها المسلمون، ونحن من هذا المنبر نوجه دعوة إلى محافظ الأنبار وإلى قائد الشرطة وإلى جميع أصناف قواتنا الأمنية الأبطال بغلق الحانات والبارات وما يراد أن يفتح من مراقص أو غيرها، وكذلك غلق الكافتريات والكازينوهات التي سيقام فيها حفل افتتاح رأس السنة في الأنبار. فهذا أمر يخالف الله ويخالف رسوله، ولنتذكر قول الله عز وجل حينما ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الخوف والجوع بما كانوا يفعلون ويصنعون ويقومون من أفعال منكرة وأفعال فاجرة. لذلك يا أولي الأمر، أنتم مسؤولون، كلكم راع ومسؤول عن رعيته، يجب أن تغلقوا هذه وتحاربوا، وخاصة ما يدور على الكورنيش من اجتماع للنساء والرجال وإظهار للخمور، بل أن بعض الناس يقدم من خارج مدينة الرمادي ومن خارج الأنبار نساء لترقص مع الشباب. هذا من على منبر رسولنا. اللهم إنا بلغنا فاشهد. اللهم يا أرحم الراحمين، اللهم يا أكرم الأكرمين، يا قويا ونحن الضعفاء، يا قادرا ونحن العاجزون، يا معزا ونحن المذلولين. اللهم انصرنا وأعزنا بعزة الإسلام. اللهم عزنا بالإسلام وانصرنا بالإيمان. اللهم رحمة بأهلنا في غزة، اللهم رحمة بأهلنا في غزة، ارحمهم يا رحيم يا رحمن. اللهم سدد رمي مقاتليهم وثبت على قلوبهم، واطمس إسرائيل ومن حالفها ووالاها، واطمس على أمريكا والغرب من قاتل الإسلام والمسلمين. اللهم يا ربنا نعوذ بك من دعاء لا يسمع وعين لا تدمع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع. اللهم ارحم ميتنا واحفظ شاهدنا ورد بالسلامة غائبنا. يا رب فرج عن المعتقلين الأبرياء، فرج عن المغيبين، عليك بمن ظلمهم، عليك بمن غيبهم يا رب. اللهم اقص على داعش والقاعدة والعصابات والميليشيات الطائفية الإجرامية وتجار الخمور والمخدرات ومن ينشر الفواحش والموبقات يا رب. ول أمورنا أخيارنا يا رب، أوكل أمورنا لأخيارنا، لا تولها لأشرارنا يا رب. خلصنا من كل مسؤول ظالم وفاسد، خذ واخذ عزيز مقتدر. اللهم وفق حكامنا ومسؤولينا لخدمة البلاد والعباد والعمل بشرعك وقرآنك. اللهم من أنشأ هذا المكان وعمل لوجهك من خير وإحسان جازه بالإحسان إحسانا والسيئات عفوا وغفرانا. اللهم يا ربنا بنا من الجوع، بنا من الفقر، بنا من الحاجة، بنا من الذل، بنا من الهموم، بنا من الأوبئة والأمراض، كرامة للبهائم الرتع والشيوخ الركع والأطفال الرضع. عجل بفرجك يا رب. يا غرة الله جدي سيرتي مسرعة، يا غرة الله عجلي بالفرج، يا غرة الله عجلي بقسم الظالمين ومن أشاع بيننا الموبقات
آمين آمين والحمد لله رب العالمين.